اخواتي، السلام عليكم اخواتاتي. اليوم ندير لكم شبك تقليدي جزائري، وصفه شابه ومليحه للمناسبات والعائلات. كي تجيهم كاش واحد، تجيك وحده على الغفله ديريها له. نبداو على بركه الله. واش فيها؟ فيها حبه بيض كامله ووحده صفر البيض، فيها 125 غرام زبده غامولي، فيها زوج مغارف تاع سكر غلاس اللي هو السكر الناعم، فيها نص كيلو تاع زيت هكذا نص برك، فيها شويه كاوكاو البنة في لاباط، وفيها الملح البيض اللي نرمدو فيه المشوك، ولي سيريس كونفي هذا نتبعو عند اللي يبيع الدوزان تاع الحلويات. وبيان سور عندنا الفارينه المغربله وواحده ليفيغ. نبداو على بركة الله. ناخذ هذو زوج حبات بيض اللي هي حبه بيض وحده صفار بيض، نخلطو كل دفعه واحده. نزيدو سكر كلاص، نزيدو البيض، الزبده، نخلطو قبل البيض مع السكر كلاص. شوفو خوتاتي، دوك نديرو الزبده ونسمح نحبس لكم على الروبو ما تسمعوش الحس تاعو. شوفوا دوكا خلطنا هذيك الزبده، نزيدو دوكا هذاك المقدار تاع الزيت هكذا، ونزيدو هذاك الكاوكاو نحمص ونخلطو. وسمحوا لي ما قلت لكمش علي نص مغرفه تاع لافان، ماشي تاع الميزان خاطر ريحتها شابه. ونزيدو وحده نواره هي لي فيغ شيميك، ونخلطو خواتاتي حتى تولي عجينه. شوفوا يا خواتاتي، شوف ها حتى تولي لنا، شوف اون بات طريه، ما تكثريلهاش، ما تسيبسيها بزاف، ما تخليها محلوله هاك. كديري هكا بين يديك سبيها تحكم لك هاك. ناخذ كميه شويه، ما نكثروش خاطر ديجا فيها النوار. وشوفوا ناخذ في السنيوه بابي كويسون، ونقول لكم حاجه، البابي كويسون اذا استعملتوه مره نستعملوه مره زوج ثلاثه، دوكا ما نبذلوش. قالك ان المبذلين كان اخوان الشياطين، حنا نقتصدو، انا في التقشف راكم عارفين وكامل مالوش يصرام، اللي يبقى لنا نعاودو نطويوه نخبيوه مره زوج ثلاثه حتى تصيبيه تواسه، هذاك الوقت تجبدي واحد اخر. ديروه هكا، ديروه في البياض البيض، ومن بعد ديروها في الكاوكاو هكذا. الكاوكاو حنا نحمصوه ونرحيوه هكذا، ونحطوها ونشبحوها بلي سيريس كونفي هذيك قلت لكم تاع البواطه هكذا. شوفوا خواتاتي قبل ما نكمل، نشوف نوري لكم، شوفوا زوج حبات بيض، حبه بيض وصفار، وهذيك المقادير دوك ماذا نكتبهم لكم في صندوق الوصف. شوفوا جاتنا كميه معتبره، شوفوا كيف جانا، شوفوا جانا ما شاء الله. شوفوا وكان غطسوهم كما كما تشوفوا هكذا في الحسل تاعنا، هذاك ماهوش حسل حسل، ما هو شويه مليح. شوف غطسوهم هكذا، نعسلوهم ومن بعد نوري لكم الصحن التقديم كيف جا. شوفوا جاي شهي، بصحتكم وبصحتي، ودعموني وفعلوا الجرس يوصلكم الجديد، وبقوا على خير.